بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله: ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي هذا القرآن وهذا الرسول يهدي إلى الصراط المعتدل، الصراط الوسط الذي لا اعوجاج فيه ولا خطر، إنما هو سلامة ونجاة وحياة، لأنه يؤدي إلى الله جل وعلا وإلى جنته. وصفه بالاستقامة فرقا بينه وبين الطرق الملتوية المظلمة المهلكة، كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. شرع سبحانه وتعالى يذكر معائب النصارى واليهود الذين أعرضوا عن هذا الكتاب وعصوا هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يذكر معائبهم وضلالاتهم الكفرية، مع أنهم أهل كتاب وأهل علم، لكن لم يعملوا بعلمهم ولم يتبعوا كتابهم الذي من ضمنه البشارة بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عصوه وكفروا به، قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هذه مقالة النصارى، غلوا في المسيح عليه السلام حتى جعلوه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، كما هي مقالاتهم الضالة. لقد كفر الذين قالوا، لقد اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، هذا تأكيد بعد توكيد على كفرهم بسبب هذه المقالة الشنيعة. قد كفر الذين، وفي هذا رد على من يزعم أن اليهود والنصارى الآن أن اليهود والنصارى الآن مسلمون وأنهم مؤمنون، الله حكم عليهم بالكفر لما لم يطيعوا هذا الرسول ويتبعوا هذا القرآن، حكم عليهم بالكفر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فجعلوا المسيح هو الله، أو عكسوا حتى بالغوا في الكفر: إن الله هو المسيح ابن مريم. ولم يقولوا إن المسيح هو الله، مع ما في هذا من الشناعة والقبح، لكنهم كابروا في كفر أغلظ، فقالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم، تعالى الله عما يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم، أي عيسى عليه السلام. سمي ابن مريم لأنه من أم بلا أب،
نسب إلى أمه عليه الصلاة والسلام، إن الله هو المسيح ابن مريم. رد الله جل وعلا عليهم في هذه المقالة الشنيعة بالبرهان الواضح الدال الدامغ لها، فقال سبحانه: قل أيها الرسول فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. فالمسيح إنما هو عبد من عباد الله تجري عليه أحكام الله سبحانه وتعالى الشرعية والقدرية، فلو شاء أن يهلكه لأهلكه، بل لو شاء أن يهلك من في الأرض من في السماوات والأرض جميعا فهو قادر على ذلك، لأنهم كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فهذا برهان على أن المسيح عبد من عباد الله تجري عليه أقدار الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على بشريته وعلى أنه ليس له من الربوبية والألوهية شيء. قل فمن يملك من الله شيئا، أي من يدفع ما يريده الله سبحانه وتعالى أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه مريم ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض، هذا كالاستدلال على قوله من يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ثم قال ولله ملك السماوات والأرض، فهو الذي يملك هذه الأشياء، والمسيح ليس له ملكية فيها حتى يكون ربا أو إلها. وما بينهما، ما بين السماء والأرض من المخلوقات، يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء خلقه سبحانه على ما أراده. ومن ذلك أنه خلق عيسى من أم بلا أب، فهو قادر على كل شيء، قادر على أن يخلق بشرا من غير أم ولا أب، كما هو شأن آدم عليه السلام، فإن الله خلقه بدون أم وبدون أب، خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وخلق حواء من آدم بلا أم، خلقها من آدم بلا أم. وخلق سائر الخلق من أب وأم، فهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فكون المسيح عليه السلام خلق من أم بلا أب ليس دليلا على إلهيته وربوبيته، فإن هذا من صنع الله سبحانه وتعالى وقدرته التي لا يعجزها شيء. يخلق ما يشاء، ثم قال جل وعلا والله على كل شيء قدير. الله جل وعلا قادر على أن يخلق ما يشاء، لا حجر عليه سبحانه ولا يعجزه شيء. ثم قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود والنصارى، هذه دعوة من دعاويهم الباطلة التي فضحها الله سبحانه وتعالى، قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعوا لأنفسهم القرب من الله سبحانه وأنهم أحبابه وأنه يحبهم سبحانه، وإذا كان يحبهم فإنه لا يعذبهم، لأن الحبيب لا يعذب حبيبه، نحن أبناء الله وأحباؤه. رد الله عليهم بقوله قل فلم يعذبكم بذنوبكم،
لو كنتم أحباب الله لما عذبكم، فالله سبحانه وتعالى يعذب من عصاه وكفر به، فكونه يعذبكم هذا دليل على معصيتكم لله وكفركم بالله عز وجل وأنكم لا تحبون الله عز وجل. في الآية الأخرى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.